بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. الفضل العظيم للإكثار من قراءة سورة الإخلاص كل يوم سنة عظيمة، كان يفعلها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون، لها فضل عظيم جدا جدا جدا، تزيد بها من ميراثك في الجنة يوميا مئات الملايين من الأميال في الجنة، وتزيد من ميراثك من الحور العين الآلاف أو ربما عشرات الألوف يوميا من الحور العين، ومن الولدان المخلدين مئات الألوف، وتحصل بها كما عظيما جدا من المغفرة والرحمة، ولها مناقب لا تحصى. الإكثار من قراءة سورة الإخلاص، المقامة الأولى للإكثار من قراءة سورة الإخلاص، يعني على سبيل المثال مثلا تقرأ ولو 50 مرة بعد كل صلاة، ولن تأخذ منك بضع دقائق، يعني 3 4 دقائق أو 5 دقائق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح بإذن الله، لأنه من أصح مراسيل سيدنا سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، تقبله العلماء بالقبول الحسن وصححه الإمام الألباني. وقلنا قبل ذلك أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، وهذا الحديث هو حديث حسن صحيح بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فقال عمر بن الخطاب في رواية، إذا نكسر يا رسول الله؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكثر وأطيب. وفي رواية قال أبو بكر، إذا نكسر يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. وهذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكسرون من قراءة هذه السورة، لأنه ولا إزاي سيدنا عمر بن الخطاب قال إذا نكسر؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي يقراها 10 مرات يبقى ربنا يبني له قصر، اللي يقراها 20 مره يبني له قصرين، اللي يقراها 30 مره ربنا يبني له 3 قصور، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اقراها ان شاء الله الاف المرات، ومهما انك مهما اكثرت ربنا اكثر واطيب، يعني خزائن الله لا تنفذ. وذلك هحاوليكم بقى الادله ازاي الصحابه كانوا يكسرون من هذه السوره. يبقى انت لو اولا لو انت جعلت نفسك وردا من هذه الصلاه بعد كل سوره 50 50، هنقول مثلا 50 مره، مش هتاخد منك 50 مره دول على عقل الاصابع، لن تاخذ منك اكثر من 7 او 6 دقائق او 8 دقائق، 50 مره يعني ال10 اصابع وخمسه كمان، كل عقله فيها 3، او هتاخد منك قد ايه؟ مش هتاخد منك 3 4 5 دقائق. طيب يبقى 50 مره في 5 صلوات، يعني هتستقرأ 250 مرة. إذا أنت ستبني يوميا 25 قصرا عظيما في الجنة. مساحة القصر لن تقل عن حوالي 30 مليون كيلو متر أو تزيد على ذلك، حول حكم أدلة من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، حور مقصورات في الخيام، قال القيمة في الجنة 60 ميلا، في 60 ميلا وارتفاعها كما بين السماء والأرض. الخيمة، وتعرفين إن الخيمة زي الغرفة، يعني الخيمة مساحتها عامل زي الغرفة. وقال عليه الصلاة والسلام، قصر النبي والشهيد به 5000 غرفة، به 5000 غرفة. يبقى القصر لما بيبدأ في الجنة بيبقى فيه آلاف الغرف، فيه آلاف الغرف. طيب يبقى لو قلنا اضرب 5000، واحنا قلنا ان الخيمة او الغرفة في الجنة مساحتها 60 ميل في 60 ميل، يعني 3600 ميل مربع، 3600 ميل اضرب في 5000 في غرفه، 21 مليون ميل مربع، يعني حوالي 30 مليون كيلو متر، 30 مليون كيلو متر. طبعا انا بقول لحضراتكم اشياء تقريبيه عشان اقرب لاذهانكم او لعقولكم ما اعده الله سبحانه وتعالى اوليائه الصالحين في الجنه من النعيم العظيم والملك العظيم من القصور. فبضرب لحضراتكم امثله، ربما يكون الحقيقه تكون الحقيقه افضل من ذلك بكثير، لكن انا بضرب لحضراتكم امثله. يبقى مساحة القصر حوالي 21 مليون ميل مربع، الميل فيه 1.6 كيلومتر، يعني 30 مليون كيلومتر. اضرب في 25 قصر، 30 مليون في 25 يعملوا كام؟ حوالي 750 مليون كيلومتر، يعني ما يقرب من مليار كيلومتر مربع، يعني اكتر من مساحة الكرة الأرضية كلها من أولها لآخرها. ده خلي بالكم، ده في 5 6 دقايق بعد كل صلاة. طيب ده دي هذه المقابة الأولى. المقابة الثانية، تزيد من ميراثك في الحور العين الآلاف أو ربما عشرات الألوف. ليه؟ لماذا؟ لأن لن يبنى لك قصر في الجنة إلا وفيه
في كل غرفة حوراء أو ربما أكثر. ده في أحد الأحاديث إن كل غرفة فيها 70 فراش، 70 سرير، وكل على كل فراش 70 وحدة. ويؤكد ذلك حديث سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر وقال: يا أيها الناس، أو تدرون ما جنات عدن؟ قصر به 10,000 باب، على كل باب 25,000 امرأة. خلي بالكم، ده سيدنا عمر بن الخطاب بيفسر كلمة معنى كلمة جنات عدن. وفي رواية أخرى: قصر به 500 باب، على كل باب 5,000 امرأة. وده يوريك التفاضل بين أهل الجنة. لكن شوفوا، لا يمكن القصر. يبقى إذن أنت تزيد من مراسك من الحور العين ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. يعني لو واحدة من حور العين نزلت نهارا والشمس مشرقة، الشمس تختفي تماما من شدة جمال وبهاء ونور الحور العين. دي واحدة. فما لكم بقى؟ شوف بقى، شوف صورة الإخلاص بتعمل إيه؟ المقابة الثالثة: يزيد من ميراثك من الولدان المخلدين 100 الألوف. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: القصر في الجنة فيه من 10,000 إلى 70,000 من الولدان المخلدين، مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من طعام العيش مع الآخر. يبقى إذن في القصر الواحد فيه من 10,000 إلى 70,000. طبعا أنت لو أنت مواظبين على هذه الصورة بإذن الله تكون من أصحاب الدرجات العلى، ويكون في قصرك 70,000. طب اضرب 70,000 في 25 قصر، 70,000 في 25 قصر يعملوا قد ايه؟ 70,000، 700,000، 1,400,000، ما لا يقرب من 2 مليون خادم، 1,750,000. رقم مهول. كل يوم شوف 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 فضل ربنا العظيم. والواحد منهم عامل زي اللؤلؤه، لؤلؤه لؤلؤ منصور. كل واحد منهم معاه صحن طبق من ذهب فيه صنف من طعام العيش مع الاخر، يتنافسون على خدمتك في الجنه. طب المنقبه الرابعه، المنقبه الرابعه: تكون وليا من اولياء الله الصالحين. لا يمكن انسان يقسم من هذه الصوره. واقول لكم الدليل، وشوف الصحابه كانوا كيف كانوا يقسمون. صحابي جليل كان يصلي بالناس اماما في مسجد من المساجد، فقال في كل رقعه في الصلوات المكتوبه يقرا سوره الاخلاص ثم يقرا سوره صغيره اخرى. فقال له: لما تفعل ذلك؟ يعني إما انت تقرا سوره الاخلاص ثم تشعر انها لا تجزئك فتقرا سوره اخرى، اما انك تقرا بالاخلاص اما انك تقرا بسوره اخرى، لكن بتقرا سورتين ليه؟ الاخلاص. فقال لهم: احبوها، وان ابيتم فاتخذوا اماما غيري. وكان يرون انه افضلهم، فاشتكوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ قال: احبها يا رسول الله. قال: احبك الله لحبك اياها. شوف بقى كلمه احبك الله دي، اللي يحب سوره الاخلاص لازم ربنا يحبه، واللي يقسم بسوره الاخلاص لازم ربنا يحبه. واذا احبك الله نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل: يا اهل السماوات، ان الله تعالى يحب فلانا فاحبوه، فتحبه اهل السماوات وينزل له القبول في الارض. ونزل ايه؟ انظروا، تصبح وليا من اولياء الله الصالحين. ايضا من المناقب العظيمه لهذه السوره عند موتك تشيعك الملائكه بالالاف او ربما مئات الالوف. كان هناك صحابي جليل اسمه معاويه المزني، معاويه ابن معاويه المزني، مات والرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك على بعد 500 كيلو من المدينه. فنزل جبريل خصيصا للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي على هذا على معاويه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اني ارى السماوات والشمس لها نور ليس ككل يوم. قال له: ان الله انزل 70,000 ملكا ليصلوا على معاويه. قال له: بما لبلغ معاويه هذه المنزله يا اخي يا جبريل؟ قال له: بقراءتي قل والله احد. شوفوا، قاعدا وقائما وقاعدا ونائما وماشيا وعلى كل حال. يبقى كان بيقراها كم مره في اليوم؟ خلي بالكم الحديث ده له 5 طرق تقوي بعضها بعضا كما قال ابن كثير. وده يوريك الصحابه كانوا قد ايه كانوا يكسرون من هذه السوره. بلاش الصحابي اللي كان بيقراها في الصلاه في كل ركعه في الصلوات المكتوبه، كيف كان يقراها في الصلوات غير المكتوبه في النوافل؟ كيف كان يقراها وهو جالس وهو قاعد؟ ده مش دليل انه كان بيقسم قراءتها. بيقراها في كل الصلوات الجهريه يقرا بها وبيحبها، يبقى كان بيقراها. قول سيدنا عمر: اذا نكسر يا رسول الله، معناها كان بيقراها كتير ولا مش بيقراها كتير؟ احنا بنتكلم بالادله، بنتكلم بالادله. طيب المنقبه الخامسه هي مراقب لا تحصى، بسط الرزق ونفي الفقر. يعني بعض الناس بتقرا سوره الواقعه لانها بتنفي الفقر. لا، اقرا اقسم قراءه هذه السوره، اقسم قراءه هذه السوره. جاء في الحديث:
من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل بيته نفت الفقر عن بيته والجيران، مش بس عن بيته، يعني ربنا بيبارك في العبارة كلها لهذا الشخص عندما يقرأ سورة الإخلاص عند الدخول، نفت الفقر عن بيته والجيران. طب منقبة أخرى، منقبة أخرى تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، وتزوج من الحور العين كفما شئت يوم القيامة، تكون أحسن الناس زواجا. وده يؤكد الحديث اللي احنا لسه قايلينه، لأن أنت لما بتبني قصر بتبني فيه بيبقى عندك حور عين كتير، وبالتالي تكون أحسن الناس زواجا. السنة تفسر بعضها وتعضد بعضها بعضا، جاء في الحديث ثلاث من جاء بهن مع الإيمان زوج فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، وزوج من الحور العين كيفما شاء. من قضى دينا عن غارم في السر، ومن عفى عن قاتله، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات دبر كل صلاة. وهذه الأحاديث ذكرها برمتها الإمام السيوطي، وهو من كبار وهو من أعلام التفسير والحديث، في كتابه الدر المنثور في التفسير بمأثور في الفضائل العظيمة للإكثار من قراءة سورة الإخلاص أو سورة الإخلاص، ذكره الإمام السيوطي. فقال أبو بكر الصديق لو ولو واحدة يا رسول الله، قال له ولو واحدة، لأنه لا يتسنى لكثير من الناس أن يعفي عن قاتله، يعني كل واحد منا هيقتل عشان يلاقي فرصة يعفي عن قاتله، ومش كل واحد منا هيستطيع أن يقضي دينا عن غارم في السر، غارم يعني مديون. إذا يبقى قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بعد كل صلاة. خلي بالكم كلمة 10 مرات دي، الحديث اللي فات اللي إحنا قلناه لصححه الألباني، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله قصرا. هنا بيقول ايه؟ ان يقرا قل والله احد 10 مرات دبر كل صلاه، كان اصلا بيقول لك دي اقل حاجه تعملها. لو قلت قراتها 50 مره زي ما قلت دلوقتي هتحقق المراقب اللي احنا قلناها. لكن هناك اناس يقرؤونها 1000 مره كل يوم. هناك اناس يقرؤونها 1000 مره كل يوم. طيب خلي بالكم، يبقى اذا تكون اكثر الناس زواجا، يعني زوج من حور عينك فمش وتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه تدخل بها شيء. طبعا دي منقبه عظيمه جدا جدا جدا. تحصل كمان عظيما جدا مغفره، منقبه الثامنه او التاسعه او العاشره. جاء في الحديث من قرأ قل والله احد 10 مرات من قرأ قل والله احد 50 مره غفرت له ذنوب 50 سنه. وفي روايه اخرى من قرأ قل والله احد 100 مره غفرت له بها ذنوب 100 سنه. من قرأ قل والله احد 200 مره غفر له ذنوب 200 سنه. هناك حديث اخر من قرأ قل والله احد 100 مره بعد صلاه الصبح غفرت له بها 100 كبيره. خلي بالكم، انظروا الفضل العظيم. يبقى كم عظيم جدا مغفرة. المنقبة العاشرة المنقبة العاشرة تكون من السابقين إلى الجنة وتدخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. هذا الحديث أيضا ذكره الإمام السيوطي، انظروا لهذا الحديث. من قرأ قل والله أحد 10 مرات من قرأ قل والله أحد 50 مرة كل يوم سمع مناديا يوم القيامة من قبره يقول له قم مادح الله فادخل الجنة. خلي بالكم، من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 50 مرة سمع مناديا من قبره يقول له يوم القيامة يقول له قم مادح الله فادخل الجنة. يبقى ده معناه ايه؟ معناه سبق الى الجنة، معناه دخول الجنة بلا حساب. يعني ده انت لسه بتطلع ارض، يبقى تاخد تنال البشرى بالجنة وانت ما زلت وانت خارجه من القبر. عايز ايه اكتر؟ في اكتر من كده؟ شيء عظيم جدا جدا. وله شاهد، وهذا الحديث له شاهد في السنه، الذي يقرا قل والله الله قل والله 100 مره وهو مضطجع على يمينه قبل ان ينام، يقال له يوم القيامه قم فادخل الجنه، او ادخل الجنه جنته على يمينك. حديث من طريق اخر يقوي هذا الحديث. ينفع عن قلبك أدران الشرك وترزق التوحيد الصحيح والإخلاص الصحيح. الشرك الأصغر اللي بقى فيه كثير من الناس، بقى أكثر الناس بعد عن الشرك الأصغر والنفاق اللي بيقصر من سورة الإخلاص، بيقصر من سورة الإخلاص. طبعا مناقب لا تحصى، أنا يعني أنا أستطيع أن أتذكر كل هذه المناقب. يعني أنا قلت لكم بعض المناقب، يعني ربما بعد أن ينتهي الدرس أتذكر مناقب أخرى واحزن ان لم اقولها من قصه المناقب، لكن انا هكتب لكم كل الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو. فيا ريت كل واحد سمعني دلوقتي يكون له ورد عظيم من هذه السوره كل يوم. ف بهذه السنه او بهذه كده باذن الله تكون احد طرقك الاكيده للوصول الى الفردوس الاعلى باذن الله. فانا هكتب لكم الكلام ده، انسخوه انشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، من علم علما فالله اجر معاه به يوم القيامه.
لا أقول ذلك من جميع شهادة يشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولساعدوني على نشر السنة التربوية أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.